هاي واضح، أنا إيمي سلطان. لما كنت بشتغل في الباليه وكان أول عرض ليا على المسرح وأنا بروفيشنال، يعني بعرض كباليرينا بقى بتشتغل بروفيشنال، ده كان أسعد يوم في حياتي. أنا ما بحبش الكذب، فأنا ما يعني مش كدابة، أنا عايشة حياتي، بحب كده أبقى واضحة وبحب الوضوح في كل حاجة، يقبلني على كده يقبلني، اللي ما يقبلنيش خلاص مش مشكلة. فلا يعني ما حصلش قبل كده إن أنا لا كذبت خالص. عامة لو حد كذب عليا خلاص بشيله من حياتي، أو بحس إنه خلاص مش حد يعني يحسب عليا، يعني إنه حد قريب مني يعني أكيد لا. ممكن أبقى مع تعدد الأزواج. شخصيتي ممكن تشبه القطط، يعني أنا بحب مثلاً إن أنا أبقى، يعني أنا مش اجتماعية قوي، بحب أقعد في البيت، بس يعني في ناس معينين ببقى قريبة منهم، فبحس إن أنا شخصيتي قريبة من القطط. بحب قوي شخصية جيري من توم وجيري، كان على طول فرفوش كده وبيعمل مقالب، وأنا بحب الشخصيات دي. أنا بلبس نظارة نظر. يعني دلوقتي لابسة لانسز نظر، بس أنا عامة بلبس نظارة نظر. لما ببقى متأخر على الشغل، لو اتأخرت، يعني أنا عمري ما بتأخر، بس لما بحس إن أنا يعني الميعاد كده خلاص قرب قوي وأنا مش قريب بتوتر جدا. بحب في نفسي الإصرار وإني عنيدة جدا، وبصمم، لما بصمم أعمل حاجة لازم بعملها وبكملها لغاية الآخر، ولازم تبقى بيرفكت. أنا بشوف نفسي ممكن أبقى قريبة من شخصية أم كلثوم، لأن هي برضو كانت عندها إصرار رهيب، وكانت بتهتم بكل تفاصيل شغلها وبتتدخل في كل تفاصيل شغلها، وأنا برضو بعمل كده في شغلي، فبحس إن أنا ممكن يكون في يعني شخصيتنا قريبة من بعض، غير إن هي كمان كانت برج الجدي زي الفشل. يعني أنا ما أحبش الفشل، ولو فشلت في حاجة أحس إن أنا يعني متدمرة، ما أقدرش يعني. يعني ده أكتر حاجة ما أحبهاش في حياتي، بحب دايماً النجاح. أنا ما بحبش الغيرة خالص، وما بغيرش يعني من حد، لأنه الغيرة دي بتبقى فيها عنصر المقارنة، إنك تقارن نفسك بحد، وأنا بحب أشوف نفسي دايماً إن أنا مختلفة، أنا بحب الاختلاف، فأحب دايماً إن أنا أبقى ليه أحط نفسي في وضع إن أنا أبقى في مقارنة مع حد، أنا حاجة لوحدها. نفسي أطلع الفضاء.